اما اذكر رجال الاشداء اللي واجهت هؤلاء المسلحين فكلتوه لاحقتوه وكانت العالم بالكامل كان العالم بالكامل يراهن على بابا عمر سماها عبارة بابا عمر ونقول ميلي عمر موقف السياسي الدولي تغير بعد صفوف بابا عمر فبابلكم مع عشيري والناسين المريض الواويات المنطقة هاي كنا على امل انه خلص وقت اكثر ونرجع لهنيك على مؤثراتنا وعلى محلاتنا وهذا الشيء بيلف حاليا هلا وماني جاي انا لعند اللي هو اللي اشحن ايمانكم ما شاء الله انتم شحنتوا قيمتي وانتم قويتوا معنوياتي وجودكم الكويس والحلو والبسمه المرتسمه على كل وجوه القداني هي اللي اعطتني انا كمان دفع وروح معنوي اكبر واعلى اعتز بكل فرد وصف ضابط وضابط ينتمي لهذه المجموعه وللحرس الجمهوري وارفع راسي دائما عاليا بكم ولا وجود لي بدونكم بالروح والدم لابديك يا بشر 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 لذلك العالم يراهن على بعض صفوف بابا عمر يراهن على باقي الاحياء ولكن مثل ما قال السيد ما بينالوا من سمونا ولا بينالوا من مشروعنا وعزيمتنا مشروعنا المقاوم طبعا وعزيمتنا نهائيا ما بينالوا منها الفكره انه احنا نخلص بابا عمر ونرجع على اساس باقي التشكيلات بتكمل بعدين لا باتجاه عشيري باتجاه النازحين ونرجع انا شايفها وتقديراتي هي يعني من خلال شو تقديراتي انا انه مغادرتكم لحمص يعني شو عم يقابلني بابا هذا النجاح هذا النجاح انا بنصحك تدعو على صدقك وتفضل هيك هذا اللي شايفه انا انتم معي بالراي اذا رجعنا صار في ثغره مكانكم هون وانا كنت تماما انا معك اذا رجعنا بيرجعوا المتدعين بيرجعوا الشام اللي بنضل نقاطع او نقعد في المرعات نتحمم ناكل نشرب نريح بيجوا اهلنا بيزورونا اذا فيهم هم بيجوا ما حدا بيجوز يعمل معهم شيء او بيجوز يفرقوا بسلام يعني
حتى ما روحوا انتم واللي ما تطلع عني بقرار الناس بيروح قبل إجازة ثلاث أيام شوف أنا رجع شوف عشيرته حبيبي كل الشباب اللي ما بعرف عنه مش بعرف الله على الشهادة ها منك شهداء إن شاء الله ثلاثة مشاريع شهادة أو نفذها الوطن والصيغة بيت أكيد ما في حل غير هي أنا واثق انتبهت هون شفتوا جيدكم شو سووا كسرت إرادة العالم كله اللي كله هو السابع عمر الكلام هذا التاريخ راح ينكسر وراح يصروا وراح تنفذ بطولاتهم ابدا بماء الذهب يحرق النور راح تنفذ بطولات راح يمدوها بابا عمر كسرتوا هالجدار اللي كانوا يقولوا عنه مين لينينغراد وستالينغراد وما بعرف شو وصفوا عليهم ولا فون تابعي ولا اللي فيها فروا قدام كل الشارع وراه اما جمع ابو خالدي قلنا شغل مع ابو خالدي بدنا نلاحقهم وين ما كانوا هذا قرارهم ما بنتركوا يعني المسلحين هذا خلينا نلاحقهم وين ما كان وقت ننزل كل 10 ايام 6 ايام برايي انا منيحه بس من غير هيك بنسوي غيري انا جاي اسمعكم شو بدكم زي ما طلبت اللي عنده شيء يحكي لك في الوقت ابدا مفتوحه ابدا لا لا بد عن اي واحد تمام مين عنده حكي؟ والله يبارك فيك الله يسلمك ما بدي هو انا خايف على امنكم وخايف على وضعكم الله يسلمك شوف عشان تقولوا لا مشان الوقت قلت له خلي ما في داعي نفسك مسعية زيادة هون وما بضروا لكن نجدنا يعني سيدي بعد اذنك رجع على الحرس كثير الشركة اللي راحت لنا حرامك رح رجع الشركة هلا راح اقول لكم كم شغلة صغيرة بشركم عم شكل هلا كتيبة 416 مغاوير ومهام خاصة وعم يدربوها مدربين من داخل القطر ومن خارج لازم يكون نواه من هذول اللي قتلوا باب عمر مطوعين في من في ضباط وفي سبع ضباط اقرب منهم بس مو هلا هذول الخبره لكن تكون صوره نعم اللواء من ثلاث اليوم حتى راح ارفع مذكره اللواء من الحل والفوز يعني اعتقل برا الحرام نعم. لازم يرجعوا للصاع ان شاء الله لازم يرجعوا للصاع شوف دائما هلا في الحكي هذا نشكل رجع تشكيل الحل مو وقت بس في عندي انا في عندي انا خلص اموري لازم راح اسوي راح اسوي انا راح اسوي انا اقوى من كذا راح سوي اقوى من اللي كان الله يبارك فيك 14 19 بالفول 102 تشكل تشكل السيد الرئيس بعد ما حكيت معه مع السيد الرئيس وبدات هلا صار في اعدادها حوالي 300 متطوع حاليا راح نوصل كله مجلس خلص كله 14 متطوعين عنده مشكله متطوعين لا قلبه شغل البيوت البيوت هلا عندي محضرين بالشمالي اربع محاضر انا لاحقهم شخصيا بقصيان وغير هيك بس ترجعوا على الثاني كل واحد مسجل برا شو فيني اعطيه نسبه من الاجار هي قرار اتخذته بدي اعطيهم مصاري اجاري الله يبارك يعني فيني شارك في العدد كبير بدي المساهمه تكون اقل يعني هل اللي بيني زيي انا رقم مشان تكون الصوره شو بكسر الحرم في البرلين الحرم ما بخش فيك يعني لا دائر اعمال ولا عبيوت ولا عبيوت الله يحميك ترفيه والسيارات جاي على الطريق لا تشغل بالكو فيها السيارات والترفيه لا تقولهم تفضل عشان هو اصلا في المكان مع مقسم في تمام راح اجيب مقسم 100 داره وركبه طبيعي الدارة موجودة بالبناء بس ما بدك كنا بتكون صحب الدارة هذا رباعي لا رباعيات يعني هذا بتفكر في بكرة بقول بكرة بجوز بس كيف الشيء عنده صغير رح نحكي بجيبة لا المشاكل كلها هي بس احنا مشاكل ميدان هلا عندي هلا رح اطلع اجت عندي السنه هي حوالي اكثر من 150 بيت وفي ناس مخابي بيوت جراجي وخلقين تاكيد بيت اذا راح خصصها لصفوة الضباط عشان اللي بيوت ايه اللي بيوت سيدي وانا ساعة ما رح لهم هلا
أبدا دائما أحد المربلين يجب كله بالحرب سيدي بس مش هاد يقول سيدي في مخارج الحرس من كل التشكيلات يعني هذا عارف حتى مدنيين من أول يوم فكري هذا عبد فيجي لهذا فيجي بقى كويس كنا عندنا عندنا بدل وعميد ومعوريني عم تجروا البيوت كلها بالكامل كل مخالفي وجب لي صحرا هلا اهم شيء يا شباب بعد ما القادس خلص ما انا باذن الله ان شاء الله يا رب ما توقع ان شاء الله من المقصود طب فاضل